مساكم الله بالخير مشاهدينا، ويسعدني أن أرحب بكم من واجهة المجاز المائية، هذه الوجهة العائلية بامتياز والتي تحتوي على إحدى العروض الفنية لمهرجان أضواء الشارقة والذي يستمر إلى 20 فبراير. مشاهدينا ننوه أيضا أن هناك مسابقات في موقع هيئة الإنماء التجاري هيئة الإنماء السياحي والتجاري المسؤولة عن هذا المهرجان والمنظمة له لجمهور مهرجان أضواء الشارقة. مشاهدينا يسعدني الآن أن أتجول في هذه الواجهة للبحث عن أحد الأفراد، سواء عائلات، نساء، سيدات، فتيات، شباب، بنات، لآخذ أراهم حول هذا العمل الفني. وعندنا هني سيدة، السلام عليكم. السلام ورحمة الله، أهلين. أهلين فيك. بداية تعرفين على اسمك الكريم؟ معاش خبيرة التجميل بشرة التميمية. حياك الله بشرة. بشرة، بداية شو رأيك تقولي لي عن رأيك في واجهة المجاز المائية؟ شيء مبدع، يعني ما ينوصف بصراحة، شيء جميل جدا، وإحنا كل سنة ننتظر هذا اليوم، الأضواء، أولادنا يستمتعوا به، الناس تستمتع به، شيء جميل جدا، يعني رائع وأكثر من رائع. وهذا مش غريب على إمارة الشارقة بصراحة، لأنه يعني مع هالتطور ومع هالمعالم الحلوة اللي دا تظهر وهالشغلات اللي تصير فيها الحلوة، فتخيلي كل سنة ننتظرها انتظار متشوقين إلها حتى نشوفها. بغيت أخذ رأيك حول أحد الأعمال الفنية بجانبنا لمهرجان أضواء الشارقة، شو رأيك؟ طبعاً هو هذا اللي أبهرنا، يعني بصراحة بكون صريحة معاش، يعني تناغم الموسيقى مع هالأشكال الهندسية والأشكال الهندسية اللي حاطين عليها معالم من تقريباً تراث الشارقة والقبب، هذه الشكل هو هذا اللي يبهر، مع الموسيقى مع الجو مع هذه، شيء مبدع جداً، رائع أكثر من رائع بصراحة. شكرا. مشاهدينا أنا ما زلت متواصلة معاكم من واجهة المجاز المائية، ودعوني أبحث الآن عن ربما أحد ضيوف هذه الواجهة. وعندنا هني سيدة مع أطفالها، السلام عليكم. السلام عليكم، مرحبا، كيفكم؟ مرحبا بك. بداية نتعرف عليك وعلى الأطفال الحلوين. أنا اسمي وعاد من الأردن، وعندي أوس وسيد، ما شاء الله عليهم، الله يحفظكم. أهلا. كيفك؟ أنا بخير الحمد لله، أنت إيش حالك؟ لا الحمد لله. شكراً، الله يحفظه يا رب. وعد، كنت تحدثينا عن رأيك في واجهة المجاز المائية، كيف شفتي الأجواء حين بالذات أنه في الشتاء وياي بالأطفال؟ ما شاء الله شوفك طلعت انبسطوا. حبيت الفعالية والأجواء كتير حلوة، وحسيتها أعطت للمجاز يعني هيك جو جميل وحلو بس. شكرا لك وعد، شكرا لك. إذا مشاهدينا عودة الآن إلى الاستوديو. شكرا لك شمع على هذه التغطية في واجهة المجاز المائية. إذا مشاهدينا نجدد الدعوة لكل أفراد المجتمع لكل يرتاد هذه المواقع المتميزة التي تم اختيارها في مهرجان أضواء الشارقة للمتعة والاستمتاع بهذه الأضواء الجميلة. إذا مشاهدينا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، نتمنى لكم التوفيق أينما كنتم، دمتم بحفظ الله ورعايته. هذا البرنامج متوفر عبر تطبيق مرايا، حمله الآن من جميع المتاجر الإلكترونية.